محمد هايف يبارك لتركيا حكومة والشعب إعادة المسجد، خير وبركة، ما بالعكس أنا من زمان أطالب بإعادته، لكن هل يجوز الصلاة في مسجد داخل قبور؟ الشيخ الألباني يقول لا يجوز، ابن باز يقول لا يجوز، ابن عثيمين يقول لا يجوز، صالح الفوزان يقول لا يجوز، جميع علماء السنة والجماعة يقولون لا يجوز تصلي في الصحراء في البر، أخلك من تصلي في مسجد داخل قبر. فمحمد هايف وين ضوابطك الشرعية؟ لا يطلع يقول يجوز أو ما يجوز. أنت سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد الله يطول بعمره ولي نعمتك وتاج راسك قالوا بيحطوا له تمثال، صدقوا شريعة لا يجوز، شريعة تاج راسك اللي معطيك جنسيته ورازك بين الناس، ها تقول لا يجوز، لكن المسجد اللي دخله قبور يجوز الصلاة فيه. وتبارك لأردوغان وتركيا، ها آية صوفيا، ها في مقابر داخل ما يجوز الصلاة فيه حسب آراء كبار العلماء. أنت حسب من كبار العلماء؟ أنا قلت سابقا عنك أنك أنت فاشل سياسيا وأنا صادق في كلامي، وأيضا دينيا لا تفقه في الدين، وأكبر دين نطلع قدام الناس تتكلم زين. تركيا تجيز المثلية، زواج المثليين تجيزة تركيا، اللواط تجيزة تركيا، وتجيز أيضا الدعارة والزنا، يعني العاهرات تمنح له الرخص لممارسة الدعارة. وينك؟ ماش ما تتكلم؟ ليش ما تستنكر؟ بس شاطر على الكويت وعلى سمو الأمير تاج راسك، ها لا يجوز ولا يجوز تعرف القواعد الشرعية يا محمد هايف، يا أفشل نائب مر في تاريخ الكويت، يا أكبر مقلب.